إيمانا بأن عجلة الحياة في بلد الياسمين لازالت مستمرة ولن تمحى مهما مرت من السنين. احتضن المركز الثقافي بأبو رمانة فيلما وثائقيا حمل اسم نبض القلمون، يوثق تراث القلمون بكل ما تحمله هذه المدينة من معالم حضارية، لحتى نأرجي العالم ثقافة بلد عريقة مثل مدينة النبك. والفكرة نحن حبينا أنها تكون يعني منبعها من هون من الشام، يعني أول عرض له يكون إطلاق من هون من الشام. الفكرة هي كانت يعني بسيطة، بس لنقدم شيء عن أنه للبلد، لأي شيء أنه مثلا أنه حسينا أنه إحنا ساهمنا فيه للبلد. نشجع طلابنا ونشجع المهتمين والمتخصصين في علوم التاريخ على توثيق تاريخنا الذي يتعرض الآن إلى ما يعرفه الجميع من زيغ وضلال، وفي مقدمة هؤلاء الأعداء الصهيونية العالمية التي تحاول بشتى الوسائل أن يكون لها حق مزعوم في بلادنا. كون وجد مجموعة من الطلاب هن من أبناء منطقة النبك، فأحبوا أن تكون بداية لتعريف المشاهدين بمركز حضاري قديم موجود هو في النبك، فيها مجموعة من الآثارات، فيها حضارة، فيها شعب نشيط يحب العمل يحب الكفاح، أنشأ نفسه بنفسه. رسالة محبة من هذه الأرض تجسد المعاني التراثية عن قصة بلد تحكي للعالم أجمع أن كل حجر في سوريا يوثق لتاريخ ومرحلة زمنية تشهد بأن سوريا مهد الحضارة والإنسانية الأولى.